الدور الاول في الانتخابات التشريعيه كنت مسجون الظلم. اليوم نحب نقول لازم التوانسه الكل تخرج باش نجموا نصلحوا ندافعوا على عمليه التحايل اللي صارت على الانتخابات الرئاسيه الدور الاول والدور الثاني. حايلوا علينا، حايلوا على اصواتنا، خاطر ما كانتش فما تكافؤ الفرص. اليوم عندنا فرصة، نقول للتوانسة الكل عندنا فرصة باش نجمو نرجعوا تونس نتاعنا، تونس الحداثة، تونس اللي تشبهنا، تونس اللي نحبوا نمشيو لها، تونس تاع المرأة اللي تنجم توكل صغارها، تونس اللي باش تقطع سكت الفقر، تونس اللي نحبوها مش تونس اللي نخافوا منها. ما يلزمناش نرجعوا كيما 2011، ما يلزمناش نخليو الحكم في يد معناتها شيرة واحدة من التوانسة. لازم نعملوا عملية التوازن، نخموا مليح نهار بخمسة سنين، نهار تاريخ تونس. اخرجوا انتخبوا، ما تخافوش، ودافعوا على رواحكم ودافعوا على ديمقراطية. وشكرا. برشا تكون عندك مشكلة في الفرص، ولهذا أنا اليوم فرحانة.
خيرات.